السلام عليكم. اهلا. والله يا استاذ رمضان قال لي خش هنا هتلاقي الاكل بتاعك محضرينه لك وادهن العمود ده، فانا والله ما اعرفش هو هنا والله ان انتوا هنا اصحاب الشقه هنا. والله العظيم انا اسف، حقكم عليا، انا اسف والله. ملوش لازمه الاكل والكلام اللي تعبين نفسكم والله. هوان ده ايه ده؟ سنكوتش ايه ده؟ شاي. عارفه استانم، انا ممكن اقعد طول النهار ما اكلش اي حاجه غير بس كوبايه الشاي والسيجاره دي. 24 ساعة اصحى الساعة 4 الفجر لحد الساعة 12 واحدة بالليل انا ما باكلش اي حاجة، معتمد على كوباية الشاي والسيجارة اللي معلقها دي بس. كرم والله العظيم من حضرتك استاذ، كرم والله. انا مخجول، انا خجول. خجول ولا مخجول ولا اسمها ايه؟ بس يا ست انا ما بعرفش اكل انا والجو ده والمناديل احنا بالصلاة على النبي بناكل كده على طول. مبسوط أوي والله العظيم، أول مرة حد يغديني عنده في البيت. أستاذ رمضان قال لي خش شوف الأوضة جوه هتلاقي هو ده العمود متهيألي. يا سلام على الكرم، يا سلام على نبل الأخلاق والجمال، سلام. أنا كده كلت الحمد لله. استغربوش، انا بصحى من الساعه 4 الفجر لحد الساعه 12 واحده بالليل بفضل وش في وش الحيطه ما بشيلهاش. عارفه استنى، قعدت انت دقيقتين في الزيت والبويا والدهان، حسيت ان انت اتخنقتي طبعا وصدرك مش قادر. بقالي 10 سنين في الشغلانه دي مش حاسس بحاجه، من ساعة لما دخلت الشغلانة دي لحد دلوقتي وأنا مش حاسس بأي حاجة ولا صدري خلاص، جسمي نحس من كتر شم البويا والدهان، بقت حاجة سهلة بالنسبة لي، مش صعبة يعني. ويوم في شغل، يوم مفيش، بتمشي، إيه الحياة كده، يوم ليك ويوم عليك. مش معنى إن في يوم مجاليش شغل أقعد بقى أنا أولول وأعيط زي النسوان، لا، اشتغل مش مشكلة. ما اشتغلش مش مشكلة. رب الكريم أهان. ما بيسيبش حد ينام جعان. اهم حاجه عندي اروح بيتي شاف عيالي مبسوطين، رجعت لهم بالسلامه، راضي عن نفسي الحمد لله، باخد 10 جنيه 20 جنيه في اليوم مش مشكله ست هانم، بس اهم حاجه اروح اقعد وسط عيالي، واهم حاجه راحه البال. عارفه يا ست هانم، في ناس معاها كنوز الدنيا وفلوس العالم وبتنام بالليل على السرير مش عارفه تنام من كتر التفكير في الحاجات اللي وراها والمشاكل اللي عندها، وبكره هعمل ايه وبكره هسوي ايه. انا يكفيني النهارده ان اروح بيتي سلم غانم بعيالي، انام اصحى تاني يوم رايق مع المدام والاولاد، مش محتاج حاجه اكتر من كده. طب اقول لك على حاجه، بغني وصوتي حلو، مش بشهادة، شهادة الناس اللي بتسمعني. انا كل ما اروح شقه بيبقى ايه زي ما سعدت كده المؤاخذه بتقولي الحته المؤاخذه فاضيه اللي بشتغل فيها، فبيبقى في صدى صوت، اسمه صدى صوت ولا اسمه ايه؟ صدى صوت. فبغني صوتي بيرن في قلب المكان، فالناس تيجي من بره تسمعني بقى اصحاب الشقق ولا اللي شغالين معايا يقعدوا يسمعوني وبتاع. فمن هنا عرفت ان انا بغني. هغني لك. عشان انا رايق بس، عارفه لو مش رايق ومتكيف من الاكله كنتش هغني. ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل ياللي بتسأل عن أسباب الرزق دايما عن الوهاب والعسر ساكن بين يسرين، رزق الطيور في فرحة بالعدل وبالدور، والجنة لايقة على الصابرين. يا
دخلك انت والله يا زباين معايا فرص ولسه ما جاتش الفرصه المناسبه. مش رح تجي الفرصه واقف بباب الحياه كل النهار. اكل عيش يا ست هانم، اكل عيش اعمل ايه؟ عامله اغني في الموالد والافراح وما اشتغلش وما اكلش العيال في البيت، لازم اكل. ما قلت لي شو اسمك؟ شو اسمك؟ حبظلم. نعم؟ بليا. بليا؟ اه حلو. احيانا حبظلم واحيانا بليا. حبظلم. يعني وسط رمضان اللي قال لي خش هنا الاوضه. ايه. بعيط لك حبظلم. بيعيط لي بليا. اه بليا. اه عشان صغير وصفيف وبتنطط وبطلع الحيطان وبتاع. انا رح عيط لك حبظلم. مثلا. رح اطلب منك بس تتفل شوي لكن درست البنت الصغيره، انا خلصنا درسنا وبعدين بترجع، عمول معروف كل اكلاتك برا اذا بتريد. طب انا اسف يا ست هانم، يعني لو كنت طولت عليكي بس انا حبيت بس اسمعك. لا ابدا، هلا انا بدق لك الجرس وبقول لك تجي لانه في عندي البنت بدها تدرس. مستني حضرتك يا ست هانم، مؤاخذه يعني لو كنا عملنا ازعرينا ولا اي حاجه. يلا يا حبظلم يلا. قصة رمضان بينده اهو، دي ايام سودة اللي جايه. شكرا ست هانم، سلام عليكم. يعني كمان مينا بدي هني على هالايفال. اول شيء تمثيله كان كثير حلو وكثير حقيقي، بس ما راح طول بهذا الشيء. بالنسبه للمغنى، المغنى كان كثير حلو، نفسه صار اطول وصار عم بيقدر ينسقه اكثر مع استعمال الصوت. عربه ثابتين وكثير مدروسين، عنده ليونه اكثر باستعمال مدى الصوت كله، انه يطلع وينزل بكل ريحه على مدى الصوت اللي هو عم يستعمله بهالغنيه. لازم ينتبه شوي بس على فتحة التم تيخلي الصوت يرن أكتر، بس الباقي كله كتير منيح. مينا تلميذ شاطر بيشتغل منيح بصفوف، وعندي شوية صعوبات معه بس كون عم بيعمل فوكاليز. في مطارح بيعطيهم كتير منيح وبمطارح بعده شوي الصوت مخنوق، بس اجمالا فرق علي شي 70%. مينا برافو عليه، والمشهد كان كتير حلو. يعني مننبسط لما نشوف الشباب عم يتطوروا هالقد بمجهودكم انتو وبمجهودهم هن. مينا من اكتر الشباب اللي تطوروا انا برأيي بهالفترة، مش ضروري يكون صار احسن واحد، بس كتطور اللي صار أكثر واحد اتطور لهلا، بحسه فرق علي كثير. كان لذيذ، كان ماسك الكاركتير مزبوط من أول ما فات، حتى كيف عم ياكل، حتى كيف عم يشتغل. كان غنى حلو. كنت بعد أنا بفضل جسمه، بس بعد بده وقت يعني، جسمه كان شوي مينا يعني، منه مراقب هو من قبل كيف يلي بيطرش، كيف بيكون جسمه، كيف بيشتغل، كيف بيطب، كيف بيقوم، يعني كان بعده هالجنتلمان مينا يعني. اوقات كان هيك، اوقات كنت شوفه يعني بعد بده وقت ليقدر يمسك كاركتير، بس كان اكثر واحد لحد هلا ماسك الكاركتير من الاول للاخير. خبرنا قصته، التعابير اللي عم يستعملها، كان لذيذ. وإيفال بحسه انه حلو وناجح. من اكثر الاشخاص اللي قنعني لهلا هو مينا اليوم بالايفال، من اول من لحظه اللي دخل فيها، كيف داخل هو عم بيرقص يعني، وتفاجأ انه الشقه فيها ناس، الشقه منا فاضيه اللي بده يدهنها، وبالتالي كان كل الديسكور تبعه وكل مشهده متماسك، لانه قالوا له انه تفضل في شقه بدك تدهنها وفي اكل محضرين لك اكل. ومن هون من اللحظة لما بلش يشكرنا ويقول انه هاي اول مرة بيطعموه وهو عم بيشتغل، كان كل الوقت مقنع 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 مقنع. ويلي اكتر شيء حبيته لما قال انه هو صوته حلو، وعلى فكرة انه لما بيدهن بيكون فاضي، الشقة فاضية بتعمل صدى، وهيك هو اكتشف انه صوته حلو. هو مزبوط، اكتريت يلي بيطرشوا وبيدهنوا يعني بيعملوا هالشغله مزبوط انه بيغنوا. والشغله الثانيه اللي حبيتها انه هو قرر يغني لانه رايقه معه، ولانه هلا اكل، هو لو ما انا رايقه معه ما بيغني. فكيف خلق هالترابط بين الاكل والشقه الفاضيه وجودنا، يعني لانه هلا مره الشقه منا فاضيه، وجودنا والاكل والغنى والطرش كثير حسيت متماسك كمشهد. حبيته كممثل على فكره، هو كممثل كثير قريب على القلب،
هيدي شغلة قليلة، في ممثلين جيدين جدا وعندهم تقنيات عالية بالتمثيل بس ما بيدخلوا على القلب. مين من الأشخاص اللي بيدخل على قلبك لو ما كان فظيع، يعني لو ما كان، لو ما بهرك تمثيله ولكن بيدخل على القلب ومقنع؟ وحبيت بالنهاية كيف حتى اسمه، يعني خلق له انه اسمين، ناس بيعيطوا له هيك وناس بيعيطوا له، ويلي برا عيط له قال له يلا خلص الشغل. يعني كان عن جد كله مترابط، ما حسينا طامار يعني وقت ميت ابدا بكل المشهد. انا بدي اقول انا استمتعت بالمشهد، انبسطت فيه يعني، حضرته وعشت الحاله يعني. عشوائي انا حسيت انه هيدا الشقه، وعشوائي حسيت عن جد عم يدهن الحياه. هيدا شغله كثير ايجابيه وبتدل قد ايه عن جد بفوت على القلب مينا. مينا مثل ما كل الاساتذه حكي، هو من اكثر الطلاب اللي حسيناهم فعلا عم يتجاوبوا بالاكاديمي، عم يعطي كل الطاقات اللي عنده، عم بيفرجينا من جمعه لجمعه تقدم كثير واضح. انا عم بحب كيف عم بغني، عم بحب الثقه اللي عم يعطينا اياها وقت عم بيكون على المسرح، وقت عم بيكون بالايفال. بس بدي بس الفت النظر بعد على شغله انا كثير عم بشتغل عليها، واللي هي اللفظ تبع مينا، انه يكون واضح اكثر تنفهم كل كلمه وكل حرف عم بيقوله.